ماريا معلوف تتحاكم علنا امام الراي العام. معقول قولي بعتذر انا يمكن اخطات بس يا عمي ليش بدك ياني اعتذر؟ تكشف فضايح سياسيه تسجيلات له بصوته تبين تورط بمكان ما. كيف واجه التهم العمالي؟ انا عندي علاقه مع مخابرات كثير قويه. ماريا معلوف انت متهمه بالنفاق. اوف إهانة الجيش. قبضتي مصاري من قطر. الخياني. دافع ماريا معلوش تقول هذا الحكي. متهمة بإثارة نعرات طائفية. الإرهاب. أنا طالعة أقول الحقيقة، هاي الحقيقة. المتهم مع رجا ورودولف. بس أنا دخلت كيف؟ دخلت. لحد 10 لتلت المساء على الـ LBCI والـ LDC.